استاذ عصام سكرية، اهلا وسهلا بحضرتك معنا. والحقيقه انا مش عارفه اقدم حضرتك يعني الباحث الناقد السينمائي المؤرخ السينمائي، حضرتك برضو توليت اكتر من مره رئاسه مهرجانات سينمائيه. مظبوط. اقول مين؟ لا انا في الاساس صحفي في روزا اليوسف. أيوة. وناقد سينمائي يعني ده العمل الرئيسي يعني. بحاول ان انا ابذل مجهود شويه في النقد، فممكن ان انا اعمل بحث احيانا بيبقى في حلقات بحث في بعض الجامعات، احيانا بيطلب مني في بعض الجامعات او بعض الورش ان انا اقوم بالتدريس تذوق سينمائي ونقد سينمائي او غيره من التخصصات السينمائية. مجهود جميل على كل فهي كلها حاجات يعني في نفس تتعلق بموضوع السينما. استاذ عصام، شايف حضرتك انه يعني ما زال هناك اهتمام في مصر بالسينما؟ اكيد طبعا. وباخبار السينما يعني تقنيات السينما الى اخره. أصل الفن الحكي ده من أول ما الإنسان ظهر ما يقدرش يستغنى عنه. والفن السينمائي بقى هو الفن الشعبي رقم واحد في العالم. يعني يمكن قبل ظهور السينما كان في فنون شعبية أخرى، لكن السينما حلت محلها وأصبحت الفن الشعبي الأول. ما فيش حد ما بيتفرجش على افلام. يقولون انه فن ديمقراطي يعني يشترك فيه الجميع. بالظبط. يعني فالسينما هي يعني مرتبطه بحياه الناس بشكل يفوق حتى تصورهم عن ده. هي بقت جزء من حياه الناس، جزء اساسي من حياه الناس. فهتفضل موجوده. صحيح بتمر بتحولات، يعني لما ظهر التلفزيون في الخمسينيات اتقال انه السينما هتختفي، لكن اللي حصل انه بالعكس هي يعني قويت مع وجود التلفزيون. التلفزيون ساعد على انتشار السينما بشكل اكبر. برضو لما ظهرت الوسائل الحديثه اللي موجوده دلوقتي بقى في كلام عن ان السينما ممكن تموت في يوم من الايام. ما اعتقدش ان هي طبعا ممكن تختفي، لكن ممكن يحصل ان هي تتغير ملامحها شويه عن الملامح اللي احنا عشنا عليها وعرفناها.